ان شاء الله تعالى احنا هناخد مع بعض مديول الوورد بروسيسنج. المديول طبعا كبير جدا، الوورد كبير، واغلب احتياجاتنا احنا كباحثين او ناس بتكتب ابحاث او بتكتب رسائل علميه ايا كان نوع التخصص، فهو اكيد بيلجا لبرنامج الوورد. برنامج الوورد طبعا برنامج كبير جدا، يعني مش هيكفيه يوم ويومين ولا حتى اسبوع، انه في الوورد في مراحل، في وورد بيزك، في ميديوم، وفي متقدم. انا هحاول ان شاء الله كده ان انا اغطي المنهج بشكل عام، وندي فكره لبعض الناس اللي هم بيحبوا حاجات خاصه مش موجوده في المنهج، وربما تبقى قابلتهم عقبات قبل كده او حاجه هو عايز يعملها في شغله او في رسالته او في بحثه ازاي تتعمل، ونستفيد من بعضنا. يعني اكيد في حد من حضراتكم طبعا دي باع كبير في الوورد واكثر مني خبره، يعني فاحنا ايه يعني هيبقى في تبادل الافكار والمعلومات. ده المفترض المحتوى العلمي بتاعه. طبعا اكيد حضراتكم معاكم البي دي اف. ده محتوى اليومين بدون الدخول في تفاصيل وان انا اسرد يعني عشان الوقت. المفترض ده هناخده في اول يوم، وده اللي هناخده في اليوم الثاني. فانا ان شاء الله تعالى كده هبدا مباشره في الاجزاء اللي احنا هنشتغل عليها في اليوم الاول، بحيث ان احنا ايه نكسب وقت بدل ما نعدل ونفصل في محتوى كل يوم لوحده. ماشي حضرات؟ خلاص ننزل الباوربوينت، احنا مش هنحتاجه في حاجه يعني، لا احنا هنطبق على طول بدل ما نشرح الباوربوينت يعني. مع بعض كده برنامج الوورد، انا هشتغل على وورد اسمه وورد 365 اللي هو احدث اصدارات مايكروسوفت. احدث اصدار، واكيد طبعا حضراتكم بما انكم منتسبين للجامعه، البعض منكم يعني مش موظف في الجامعه او مش دكتور في الجامعه او مش متعين في الجامعه، البعض منكم طالب دراسات عليا، والبعض الاخر يعني شغال في الجامعه، فكلنا بلا استثناء طالما حضرتك ليك ريدي في الجامعه هنا اكيد معاك الايميل بتاع مايكروسوفت، سواء كنت طالب اندر او طالب دراسات عليا. على كل حال نبدا نفتح الورد مع بعض. طبعا كل نسخ الورد شبه بعضيها، لكن الاصدارات الاحدث من الورد هي اللي فيها الاوبشنات او فيها الخيارات الافضل اللي بتسهل لك او بتساعدك في الشغل. طبعا ماشي الرقم ده. بمجرد ما بفتح انا برنامج الوورد يبقى قدامي ملف بالشكل ده، او واجهه البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. من فوق خالص كده الكلام ده بقى بيجي في امتحان، هحاول برضو اعمل فوكس او اركز على الحاجات اللي ممكن جات سابقا في الامتحان. في حد عايز يتفضل؟ اتفضل يا دكتور. حد رافع ايده؟ اتفضل يا دكتور. دكتور ايمان. طيب ماشي. لو في اي حد حب يدخل في اي وقت بلغوني، يعني انا مش دايما مخلي الشاشه بتاعت المشاركين من قدامي. لو سمحت يا دكتور. اتفضل اتفضل حضرتك. هو الامتحان هيجي بالعربي ولا بالانجليش؟ الامتحان عربي ان شاء الله، ما تقلقوش. انا هبقى ابعت لكم حاجه كده ان شاء الله تشوفوها، حتى في الفاصل لو حضرتكم بتاخدوا فواصل ممكن في الفاصل ناخد فكره عن الامتحان ماشي ازاي. مش عايز اسبق الاحداث وادخل في تفاصيل الامتحان واحنا لسه ما قلناش السلام عليكم في التدريب، فيعني لا مش على الامتحان يعني. لو في امكانيه حضرتك ممكن تخلي البرنامج بالعربي. لو حضراتكم عايزينه عربي انا اقلبه عربي. ما فيش معنى. مش هيفرق على فكره، مش هيفرق عربي ولا انجليزي يعني، مش هيفرق. طيب اهم حاجه التطبيق يا دكتور. بس انا هطبق، بس لو حضراتكم عايزين عربي انا هحاول عربي قدامكم دلوقتي. هو برضه فكره مش هتفرق يا دكتور، مش هتفرق اللغه، اهم حاجه بس التطبيق. بس ازاي نطبق يعني؟ بس اكمل انجليزي زي ما انا، الوجه انجليزي ولا اغلب الوجه عربي؟ لا انت كده كده حضرتك هتقول لنا مثلا دي ترجمتها ايه او كده، فعايز على الوجه. تمام خالص. تمام كده. دي واجهه البرنامج بتاعتنا. من فوق خالص كده اول حاجه التايتل بار، شريط العنوان. شريط العنوان ده في كل برامج الاوفيس اللي حضراتكم هتاخدوها لغايه ما تخلصوا ان شاء الله هتلاقي فيه الاتي. في المنتصف اسم التطبيق برنامج الوورد زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا عندي حاجات مش هتوه عند البعض منكم لان الاصدار عندي انا ده احدث اصدار.
التطبيق اللي انا فاتحه حاليا هو الوورد واسم الملف. وهنا لينا وقفه مع اسم الملف عشان ده سؤال بيجي في الامتحان. اسماء الملفات في وورد 2016 وما بعده بتاخد بشكل تلقائي اسم دوكمنت 1 دوكمنت 2 على حسب الملفات اللي انت فاتحها. مش دوك كان زمان في اوفيس 2003 و2010 بتاخد دوك 1 دوك 2 دوك يعني ايه اختصار، لا هنا بياخد الكلمه كامله مستند واحد مستند اثنين على حسب ما حضرتك فاتح كام مستند لسه ما سمتهمش. فبشكل افتراضي بيفتح لك بكلمه دوكمنت واحد او مستند واحد لو انت شغال عربي، مستند اثنين مستند ثلاثه الى اخره، الكلمه كامله. ماشي حضرات؟ يبقى اسم التطبيق اللي هو الوورد واسم الملف اللي انت فاتحه، وده بيبقى بتلقائي بياخد دوكمنت 1. ثم بعد كده بقى هتلاقي على اقصى اليسار او اقصى اليمين على حسب الاتجاه بتاع البرنامج واللغه اللي قدامك عربي او انجليزي، هتلاقي حاجه بيسموها الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع، وده مهم جدا جدا وبيجي عندنا سؤال في الامتحان. الكويك اكسس تول بار اللي هو الشريط ده اللي انا ماشي عليه الماوس، يا ريت لو مش واضح عند حضراتكم تبلغوني. المنطقه دي كده شويه الرموز اللي من فوق دول او الاوامر اللي من فوق بيسموهم الكويك اكسس تول بار او شريط الوصول السريع. يعني ايه شريط الوصول السريع ده؟ يعني شريط انا بخصص فيه بعض الاوامر اظهرها او اخفيها الاكثر استخداما او اللي انا هستخدمها بكثره عشان اوصل لها بسرعه، فهو اسمه شريط الوصول السريع. بدل ما افتش انا في كل قائمه من دول كده، لا انا بخلي الاوامر انا عايزها بشكل متكرر تظهر قدامي هنا فوق، او زي ما هنشوف بعد شويه اظهرها واخفيها واحذفها واضيفها زي ما انا عايز. ده اسمه ايه؟ الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع، هيجي له بعد شويه. نيجي بقى في الاوفيس الحديث هتلاقي عندك حاجه اسمه امر اسمه اوتو سيف. اوتو سيف ده لو حد من حضراتكم شغال على حاجه اسمها الون درايف او الحوسبه السحابيه، وده افضل خيار ممكن تعمله لو حضرتك شغال في رساله او في بحث بتاعك وخايف انه الهارد يضرب الجهاز يتسرق وتبقى اي مشكله في الجهاز، يستحسن تخلي دي ايه اون. نيجي بقى في المنطقه اللي في المنتصف دي منطقه البحث. لو انت عايز تبحث عن حاجه معينه داخل البرنامج انت مش عارف تعملها، هنا بقى في المكان ده تقدر تكتبها له وهو بيساعدك من خلال مجموعه ايه مجموعه تبويبات بيديهم لك كده وانت تقراهم بقى وتطبق من خلاله. هنا بقى اسم مستخدم البرنامج اللي مسجل بنت حاليا دخول، وهنا طبعا الازرار الخاصه باخفاء واظهار الريبون، انا مش هستخدمها دلوقتي هجيلها بعد شويه عشان توضح معايا. المينيمايز تصغير نافذة البرنامج إلى أسفل الشاشة أو سطح المكتب أو شريط زي ما خدته التاسك بار شريط المهام تحت. طبعا دي الزر ده مسؤول عن تكبير وتصغير النافذة، وآخر زر ده الكلوز مسؤول عن إغلاق نافذة البرنامج. ننزل تحت مباشرة كده هنلاقي حاجة اسمها إيه بقى؟ حاجة بيسموها الريبون أو لوحة الأوامر أو لوحة التبويبات. الريبون اللي هي المنطقه دي كلها كده، كلها الاوامر اللي فيها. لوحه الاوامر او لوحه التبويبات او بيسموها الريبون دي مقسمه الى مجموعه من التبويبات، التبويب فايل او ملف، التبويب هوم او رئيسيه، انسيرت او ادراج، درو طبعا ده مش هتلاقوه عندكم او عند بعض الناس مش موجود، التبويب ديزاين او تصميم، لي اوت او تخطيط، ريفرنسز او مراجع، ميلينج او دمج المراسلات، ريفيو او مراجعه، فيو او عرض، بالهلب او المساعده او بسموها الدعم. ثم طبعا لو في حد من حضراتكم بيستخدم الاندنوت او بيستخدم اضافات للبرنامج هتلاقي طبعا ايه حاجات ظاهره زي كده لو حد شغال بقى ايه اداره مراجع في الرساله او بيعمل سيتيشن يعني. كل تبويب من دول حضراتكم متقسم الى مجموعات جروبس، كل تبويب او تاب متقسم الى مجموعات. فهنلاقي على سبيل المثال التبويب هوم او رئيسيه في المجموعه كليبورد الحافظه، في المجموعه فونت الخط كل الاوامر الخاصه بالخط، في المجموعه باراجراف او كل الاوامر الخاصه بالفقرات، المجموعه ستايلز او كل المجموعه الخاصه بانماط الخط، ودي حاجه مهمه جدا جدا لو حد شغال في الرسائل، المجموعه اديتنج او تحرير، المجموعه فويس لو حد حابب يتكلم والبرنامج يكتب لوحده، ودي هتلاقوها في الاوفيس الحديث فقط، المجموعه اديتور او مراجعه، ثم ريوز فايل لو انت برضو عندك ملفات سابقه وعايز تاخد منها حتت او اجزاء في الملف ده بدل ما تفتحها هو ممكن يفتحهم لك داخل الملف نفسه.
ماشي حضرات، بالاضافه لما سبق بقى هتلاقي في كل مجموعه كده في زر توسعه، الزر الصغير خالص ده ايه ده معناه؟ معناه انه في اوامر ثانيه تتبع المجموعه دي لكن مش ظاهره، انت لو حبيت تظهرها كل عليك هتدفع السهم الصغير ده هيظهر لك الاوامر بشكل اوسع زي ما احنا شايفين. فوجود الزر ده بجوار المجموعه ده معناه في اوامر ثانيه مستخبيه او ان الشاشه مش هتظهرها كلها، فانت ممكن تفتحها بشكل ايه؟ بشكل مانوال. طيب ننزل شويه بقى هنا، دي منطقه العمل بتاعتي بسموها بيج، منطقه العمل او وحده العمل في برنامج الوورد اسمها بيج او صفحه. اعلاها مباشره المسطره الرولر او المسطره، وانا برضو اقدر اخفي واظهر المسطره زي ما انا عايز زي ما هنشوف بعد شويه. في عندي مسطره افقيه وفي عندي مسطره راسيه، واقدر اتحكم القياس بتاعها بالسنتي ولا بالانش ولا بالوحدات الاخرى على حسب محطتك ايه هتشتغل. ننزل تحت خالص الحته المهمه جدا 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 واللي بيجي عليها تقريبا سؤالين او ثلاثه في الامتحان، اللي هو الستيتيوس بار، شريط الحاله. خدتوه زمان او خدتوه اكيد في برنامج الويندوز اسمه انفورميشن بار، شريط المعلومات. هنا بيسموه شريط الحاله، بعض الناس بتطلق عليه شريط المعلومات. الشريط ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لانه في الامتحانات السابقه كان بيجي الاسئله عليه كالاتي: هل هو اللي فيه عدد صفحات ولا مش هو؟ عدد صفحات الملف بيظهر فوق ولا بيظهر تحت؟ لغه الكتابه بتظهر فوق ولا بتظهر تحت؟ الكلام ده كله بيظهر فين؟ فوق ويظهر تحت؟ فالشريط اللي من تحت ده خالص بيبقى عليه اول حاجه عدد الصفحات الموجوده في المسند ده، زي ما احنا شايفين كده مع بعض بيقول لي بيج 1 اوف 1، يعني انت عندك انت حاليا واقف في صفحه رقم واحد من اصل كام صفحه؟ من اصل صفحه واحد. اللي بعديها عدد الكلمات، بيديك عدد الكلمات اللي في المستند اللي انت فاتحه كام كلمه، طبعا حاليا احنا ما كتبناش فصفر. اللغه النشطه، لو انا حبيت اكتب دلوقتي او دوست على الكيبورد هكتب عربي ولا انجليزي؟ بيقول لي هكتب عربي، عربي ايجيبت. ماشي حضرات، نرجع شويه ثاني كده حيث ما الفوكس ربما دي ما تبقاش موجوده عند حضراتكم، لكن دي انا بعمل ايه؟ بعمل زوم على جزء معين من الكتابه بتاعتي، ثم طرق عرض المستند قدامي، ودي بيجي عليها سؤال في الامتحان، اقدر من خلالها ان انا اشوف المستند هيطبع ازاي من خلال حاجه بيسموها البرنت لاي اوت او تخطيط الطباعه زي ما هناخد ان شاء الله. ثم اوامر الزوم، التكبير والتصغير، ليس الحجم الورق وليس الكلام ولكن رؤيه للنص، بكبر صفحه اقربها مني فالخط هيبقى كبير، او برجع صفحه لورا يعني بعمل زوم اوت من بره كده، بخلي صفحه تظهر قدامي بحيث اشوف الصفحه بالكامل، لن يؤثر على اي حاجه. نطلع من فوق خالص كده نجيبها ايه؟ نجيبها من البدايه خالص. لو انا حبيت انشئ ملف جديد، عندي احد خيارين، وده سؤال بيجي في الامتحان، لانشاء ملف وورد جديد. طبعا في اكثر من طريقه لفتح برنامج الوورد، موضوع الفتح ده خلاص خلصناه، لكن لو انا حبيت انشئ ملف جديد، عندي احد خيارين، انا وفاتح برنامج الوورد قدام. الخيار الاول من قائمه فايل، ده سؤال بيجي في الامتحان، من قائمه ملف او فايل، وبقول له نيو جديد. بيقول لي ايه طبيعه الملف الجديد اللي انت عايز تعمله؟ ايه نوع الملف ده؟ طبعا الملفات الجديده دي انواع، او نقدر نقول تخطيطات مختلفه او سمات مختلفه، او بمعنى اخر قوالب. ايه القالب اللي انت عايزه؟ هل انت عايز قالب في حاجه معينه بدل ما تعملها وتتعب وقتك؟ هو البرنامج بيديك مجموعه من التصميمات سابقه الاعداد تقدر تشتغل عليها وتعدل فيها لو انت حابب. لا انت حابب حاجه فاضيه، فبيقول لي هنا من قائمه نيو او جديد بختار اما بلانك دوكيمنت. يعني ايه؟ يعني ملف فارغ فاضي امبتي، هات لي كده ملف ابيض فاضي وانا ايه هشتغل من جد. طيب افترضت، نفترض جدلا كده ان انت عايز تعمل سيره ذاتيه، او انت عايز تعمل تقرير، او انت عايز تعمل اي حاجه وانت ما عندكش خبره، بدل ما تتعب نفسك وتاخد ملف فاضي وتشتغل عليه، لا خد ملف حسب التنسيق اللي انت عايزه وابدا اعدل فيه بما يتناسب مع اللي انت عايزه. في حد بس مشغل الماوس، مشغل المايك. طيب زي ما بقول لحضراتكم كده هتلاقوه هنا ايه؟ مديكم مجموعه من
من القوالب السابقة الإعداد، حد عايز يعمل سير ذاتية، حد عايز سير ذاتية، حد عايز نموذج بتاع التقارير فاضي هو يعبي فيه بيانات، ما فيش حاجة، كل حاجة عندك زي ما إيه، زي ما أنت عايز. على سبيل المثال إحنا ناخد مثلا سير ذاتية وليكن إيه، وليكن دي كده، بدوس عليها وأقول له كرييت إنشاء، طبعا هعملها داونلود من الإنترنت، هتفتح قدامي. كل اللي علي انا هو هنا اداني قالب جاهز، انا هشيل الصوره بتاعت الراجل ده واحط صورتي مكانها، هشيل الاسم واكتب اسم مكانه وهعبي. يبقى انا ايه، انا مش مضطر ان انا اعمل او اصمم سيره ذاتيه من الف لياء. زي ما قلت باجي عندك كلمه نيم هنا واشيلها واكتب ايه، واكتب الاسم بتاعي مثلا، وحطيت بالعربي او انجليزي على حسب انت هتكتب الى اخره يعني. الصوره هكذا، تشيل الصوره تحط صورتك مكانها، البروفايل الادوكيشن، اسم المدرسه بتاعتك، يعني هو بيديك اسطمبه جاهزه وانت ايه، وانت اشتغل فيها براحتك. لا انت بقى حابب تعمل ملف جديد فاضي، يبقى من نفس الطريقه فايل واقول له بلانك دوكيمنت، كده هيفتح لي ايه، ملف ابيض. ولو حضراتكم واخدين بالكم اداله ملف ايه فوق، دوكيمنت 3، ده معناه ان في حاليا ملفين مش متسمين عندي، دوكيمنت 1 دوكيمنت 2، وده رقم 3 بالنسبه لهم، فهو افتراضي اداله اسم 3. طيب ايه الطريقه الثانيه بقى؟ الطريقه الثانيه بالكيبورد، كنترول وحرف ال N مع بعض، كنترول N، بوك دوكيمنت 4، كنترول و N ثاني 5، كنترول و N ثاني 6. يبقى ده لو انت عايز تنشئ ايه نفذ، طبعا كلهم ظاهرين تحت تقدر تغلب فيهم ايه براحتك. يبقى دي طريقه انشاء ملف وورد جديد. حد ليه اي استفسار في الجزئيه دي قدام ما عديها؟ ممكن يا دكتور حضرتك تقول لي الحته الاخيره خالص تاني، اللي هي اللي هي اللي هي الناحيه الثانيه اللي هي بيج 1 وكده، الناحيه الثانيه بيج 1 فين دي؟ ايه اللي حضرتك قلت ان هي ممكن نعمل تركيز في الصفحه او كده؟ حضرتك قصدك الستاتيوس بار اللي من تحت. الستاتيوس بار ده شريط بسموه شريط الحاله، ستاتيوس بار او شريط الحاله. شريط الحاله ده بيديني بعض المعلومات عن الملف المفتوح قدامي، الملف ده فيه كم صفحه، عدد الصفحات، الملف ده فيه كم كلمه حاليا، عدد الكلمات من تحت خالص، الملف ده ايه اللغه النشطه حاليا، لو انا دوست دلوقتي وكتبت حته بي عربي ولا انجليزي، الملف ده لو انا عايز اعمل فوكس، انا كاتب حته حاجه معينه عايز اعمل فوكس او يعني اكبر او اعمل زوم على جزء معين من الصفحه، طرق العرض المختلفه، وهنا الزوم التكبير والتصغير، انا هاجي لهم بعد شويه بالتفصيل بعد شويه، بس انا بشكل عام كده الرؤيه واضحه. هل موضوع انشاء الملفات الجديده فيه اي مشاكل؟ لا لو سمحت يا دكتور. لا تمام يا دكتور، حلو، اتفضل اتفضل. هو كنترول ان ده اختصارت ايه؟ كنت نيو، كلمة ان يعني نيو، كنترول زائد حرف الان يعني نيو، يعني اعمل لي واحد جديد، يعني انشاء مستند وورد جديد فارغ. تمام. طب انا لما بكون عايز اجيب وورد من على اللاب بتاع، انا نسختي اللي هي 2007 فبدخل على ستار وبعمل على طول يعني. لا حضرتك حضرتك انا هنا بتكلم ان انا فاتح البرنامج وعايز اعمل ملف جديد وانا فاتح البرنامج، لكن حضرتك هتفتح البرنامج زي ما كلنا بنفتح البرنامج من قائمه ستارت كده، قائمة ستارت كده هنا، واقول له وورد مثلا، او لو ما عرفهاش باجي هنا في البحث واقول له وورد، انا عايز له وورد كده، اكتب وورد كده وادوس انتر هيفتح، او كليك يمين على سطح المكتب واقول له اوبن او كنترول او واقول له افتح وورد. انا مش بتكلم عن الفتح، انا بتكلم دلوقتي ازاي انا انشا ملف جديد. بالمره بما ان احنا دخلنا في قائمه فايل، في امر ثاني اسمه اوبن معناها فتح. اوبن هنا لو انا حبيت افتح ملف وورد اشتغلت عليه سابقا، فتحته على البرنامج قبل كده، فكل عليه بقول له اوبن. طبعا البرنامج 10 دقائق وهيفصل عشان نفس ايه نتعامل مع بعض، اقول له اوبن كده، وهنا بقى بيديني ايه، بيديني بقى الملفات اللي انا اشتغلتها قبل كده على ايه، اشتغلتها قبل كده على التطبيق ده او الجهاز ده. اقدر كليك شمال واحدة على أي واحدة منهم مباشرة إيه يفتح معايا الملف اللي أنا إيه اللي أنا عايز أفتحه. ماشي حضرات، ده الأوبن، وهي بتساوي كنترول أو. كنترول أو لو أنا حبيت أفتح ملف
موجود. وانا حاليا فتح البرنامج، انا فتح البرنامج اقول له سمحت يا برنامج يا وورد في منافس ممتاز انا كنت شغال عليه زمان افتحوا لي، فحيدين القائمه دي اقدر ايه اقدر منها اختار الملفات اللي انا فاتحها. طبعا في حاجات ثانيه كتير لكن هتاخد وقت مننا، ممكن ايه نسيبها فيما بعد لو احتجناها يعني. نرجع ثاني للبرنامج. من فضلك يا دكتور. اتفضل حضرتك. معلش الله يخليك، يعني بيبقى زمايلنا في منهم اللي في الجيش وفي منهم الشبكات بتروح وتيجي، ممكن حضرتك تسجل لنا المحاضرة؟ بسجلها، أنا حاليا بسجل بالفعل. شكرا لحضرتك. ماشي حضرتك. ماشي. تسلم. شكرا. ماشي حضرات، في أي مشاكل لغاية هذه اللحظة؟ نيجي بقى مع بعض بقى في من فوق خالص زي ما قلنا. أول حاجة معانا إحنا هنا الكويك أكسس تول بار، شريط الوصول السريع. خلاص، ايش شريط يعني ايه؟ يعني هو عباره عن شريط صغير كده انا بقدر احركه من مكانه واوديه في المكان اللي يريحني، انا بقدر احكم ايه الاوامر اللي تظهر فيه وايه الاوامر اللي تبقاش ظاهره. لو في امر معين انا عايزه مش موجود قدامي انا اقدر اضيفه، ولو في امر انا مش محتاجه خالص ومش عايزه اصلا حتى يبقى مختفي انا ممكن اقدر احذفه ببساطه خالص. باجي عند السهم والخط الصغير ده ودوس عليه كده، بيقول لي من فوق Customize Quick Access Toolbar، تخصيص شريط الوصول السريع. بيقول لي أي حاجة من دول عليها علامة صح هي ظاهرة قدامك، بدليل أمر Automatically Save اللي هو ده أهو ظاهر، أمر New اللي هو ده أهو ظاهر، أمر Save اللي هو ده ظاهر، Immediate ده مش ظاهر، Editor اللي هو ده ظاهر. أي أمر حضرتك عايز تظهره هتدوس عليه كده أهو ظاهر، Quick Print ظهرت. طب انا عايز اخفيها ادوس ثاني هنا كده اقول له شيل كويك برنت، شيل الامر نيو، شيل الامر سيف، شيل الامر اديتور، وهكذا. طب حضراتكم واخدين بالكم ان في حاجات ايه بتختفي؟ بدا يختفوا كلهم كده، وهكذا وهكذا. طب انا لو عايز ارجع حاجه ثانيه اقول له هات لي الريدو دي ثاني، هات لي الاندو ثاني، هات لي السيف ثاني، هات لي الاوبن، هات لي النيو الى اخره. يعني انا اقدر اخفي واظهر اللي انا عايزه. طب لو افترضت ان في امر مش قاعد هنا اصلا، في امر انا عايزه مش قاعد في القائمه دي. قال لي سهله وبسيطه، عندك حاجه اسمها مور كوماند، اوامر اخرى. دوس عليها كده هيظهر لك كل الاوامر اللي انت ممكن تضيفها، كتير خالص. كتير خالص. اختار الامر اللي انت عايزه، وليكن مثلا وليكن الامر ندي حاجه ايه تبقى مختلفه كده مش قاعده، الامر شيب مثلا. الامر شيب ده ما قعدش، اقول له اضيفه لي هنا كده يلا، واقول له ايه بقى؟ اقول له اوكي. اهل امر الشيب ظهر عندي، ظهر. طب عايز اخفيه اشوف الشيب هنا فين؟ ما لقيتهاش هنا بقى اروح لها في اروح لهناك في مكانها واقول له شيل الامر ده انا ايه مش عايز، زي ما اخذنا مع بعض كده على مور كوماند، واقول له الامر الشيب ده انا ايه الامر الشيب ده اعمل له ريموف وهكذا. طبعا انا اقدر ايه اقدر اعمل تخصيص براحتي زي ما انا عايز. بنفس الكيفيه انا اقدر اغير مكان، اصل ممكن ما يكونش ظاهر قدامي في المكان ده، يكون ظاهر في ايه؟ تحت الاوامر هنا. فكل اللي عليا ادوس على السهم الصغير ده واقول له ايه؟ شو بيدو ديليفر، اظهار اسفل النافذه كده. هو نفسه اقول له انا عايزه يطلع فوق، شو ابوف، اظهره لي اعلى النافذه كده او اعلى الشريط، يبقى طلعه لي تحت نزله فوق، او اظهر او اخفي او ضيف او احذف. حد ليه اي كومنت على الجزئيه دي؟ دكاتره سمعت الدكتور السؤال بيجي ازاي في الجزئيه دي؟ الجزئيه دي بيسالني سؤالين، سؤال عن حفظ الملفات، سؤال عن حفظ الملفات بتاعت الوورد، وسؤال عن فتح الملفات الجديده. حفظ الملفات، لو جاك سؤال عن حفظ الملفات هتقول له يمكن عمل حفظ الملفات الوورد من خلال قائمه الكويك اكسس تول بار، لكن لو قال لك فتح ملف جديد فهو من خلال قائمه فايل، قائمه فايل ثم اختيار نيو وبختار الملف اللي عايزه. لكن لو قال لي حفظ وممكن الاثنين يمشوا حفظ، اصل انا ممكن احفظ من هنا كده وممكن احفظ من قائمه فايل. طب لو الاثنين جو لا اختار مين؟ الكويك اكسس تول بار. ماشي حضرات؟ طيب ننزل. في اختصارات يا دكتور الحفظ؟ ايوه انا هقول اختصارات، انا الاختصارات دي جاي معاها يعني مولد في الطريق، استحملوني فيها لان هي كثيره، فانا ايه همشي ستيب باي ستيب واحده واحده. انا عايز اعمل بقى حفظ الملف ده، في فرق ان انا اعمل حفظ الملف لاول مره او ان انا بعمل تعديل لمكان الملف او مكان حفظه او اسمه. بمعنى
انا عايز احفظ الملف ده اول مره بدوس سيف او سيف از يقول لي انت عايز تحفظ الملف فين، بقول له مثلا انا هختار مكان تاني وليكن مثلا من سطح المكتب دوكمنت مثلا ايا كان اي ملف اي مكان تحفظه اقول له ايه، بقول له سيف كده هو حفظه حتى ايه دليله بيقول لي saved to this PC يعني تم حفظ الملف. طب لو انا عايز احفظه في مكان اخر بعمل فايل ومن فايل بختار حاجه اسمها حفظ باسم حفظ او سيف از يعني، وهنا بقى بختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه. على سبيل المثال مثلا انا عايز سطح المكتب بقول له براوز استعراض هات لي الاماكن بتاعت الحفظ، وعندك هنا انت بقى ايه عندك سطح المكتب عندك باختصار عندك التنزيلات عندك الداونلود يعني كل واحد بيختار المكان هو ايه اللي هو هيحفظ فيه، وبتختار ايه في الاخر بختار حفظ او سيف. في امر بيساوي السيف از اف 12 اف 12 كده هيفتح لك نفس القائمه على طول كده اف 12 تقدر من خلالها تعيد تسميه الملف. هو اسمه دوكيومنت 6 انا هسميه مثلا محمود او عربي محمود. طب انا حبيت اغير اسمه او اغير مكان حفظه هو حاليا في الدوكيومنت او في النيو فوليوم ايه ده، انا عايز اقول له مثلا خليه مثلا في التنزيلات خليه مثلا في الديسكتوب، يبقى انا اقدر من خلال اف 12 او من سيف اس هم الاثنين واحد يعني. ماشي حضرات؟ طيب ننزل تحت شويه بقى للقوائم عشان القوائم دي بيجي عليها اسئله كتير في الامتحان، فانا هحاول ايه برضو يعني احاول اغطي اغلبها والبرنامج واسع شويه. بقى نشتغل مع الكتابه، ازاي انا اكتب في برنامج الوورد؟ طبعا الكلام يعني كلنا بنعرف نكتب يعني، لكن في بعض الخصائص في برنامج الوورد ممكن تساعدني اثناء الكتابه، زي ما هناخد ان شاء الله لو اسعفنا لوقتي حاجات مش تبع المديول، لكن يعني ممكن ناخدها. على سبيل المثال الكوبي والبيست، والكوبي والبيست ده اغلب الناس من حضراتكم او اغلبنا يعني بيعمل كوبي بيست بشكل عادي بشكل مانوال وبشكل ممل وبشكل يجهد ويتعب ويضيع وقته. هناخد مع بعض النهارده ان شاء الله ازاي انا ممكن استخدم الكوبي والبيست ده بطريقه شيك وتوفر عليا مجهود ضخم جدا وتقلل الوقت اللي انا ممكن اخده في تنسيق الملف. الحاجه الثانيه ممكن استخدمها في الكتابه اللي هو حاجه بسموها الاوتو كوليكت التصحيح التلقائي، ودي برضه ميزه حلوه احنا بنحاول بيها نتغلب او نستغل الايه البرنامج. الحاجه الثالثه الديكتيت ده او اللي هو الاوامر الفويس اللي هو الصوتيه، ان انا اقدر اتكلم زي كده مثلا اتكلم البرنامج اقول مثلا هنا ماي نيم از محمود، زي ما حضراتكم شايفين كده هو ايه بيكتب ماي نيم از محمود عباس مثلا. طبعا هو على حسب ما ايه نطقك هو هيبدا يكتب وراك يعني. ماشي حضرات؟ فدي ميزه حلوه في البرنامج ان ايه لو انا شغال انجليزي بقى احاول كده اتأنى في الكلام واكلمه وهو يكتب، فهتبقى الامور يعني فيها ايه فيها مرح شويه، غير ان ايه بقى غير ان انا ابدا اكتب بيدي واغلط واقعد ادور على الحروف. دي ميزه. احنا بقى عشان نشوف موضوع الكتابه ده هنشد خلاص مع بعض ونبدا نكتب. فاللي من حضراتكم فاتح نت يجيب لي كلام النت، اللي عايز يكتب معايا يكتب، انا هكتب حاجه سريعه كده عشان الوقت، فهقول بيساوي وافتح اكتب كلمه راند وافتح قوس اقفل القوس وادوس انتر. معايا حضرات؟ كتبنا. اللي ما عندوش وقت للكتابه وعايز يشتغل معايا يفتح قوس او يكتب كلمه بيساوي اللي جنب الباك سبيس يساوي ويكتب كلمه راندم عشوائي يعني ار اي ان دي ويفتح القوس شيفت ورقم 9 اللي فوق ويقفل القوس شيفت والزيرو جنب 9 ويدوس انتر بس. الامر ده ايه معناه؟ يا كمبيوتر يعني اكتب لي شويه فقرات وكل فقره فيها شويه ايه؟ شويه سطور. لو انت عايز بقى عايز تكتب فقرات